السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه مستر وائل للساينس والبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الثاني الاعدادي الترم الاول، هنتكلم النهارده على يونت 2 ليسون 2 بعنوان تو فينومينا بيحصلوا في الايرث وبيهددوا اللايف على الايرث بلانيت، اللي هم الايروجن اوف اوزون لاير اند جلوبال وورمنج. الحقيقه من بدايه الاندستريال ايفوليوشن اللي حصلت في الميد اوف 20 سنشري، يعني بداية من الثورة الصناعية اللي ابتدت تحصل في الميد اوف 20 سنشري في منتصف القرن العشرين سنة 1950 كده تقريبا، ابتدى يحصل problems facing the earth planet. التو بروبلمز اللي فيسنج الايرث بلانيت دول هم الايروجن اوف اوزون لاير والجلوبال وورمنج، ودول اللي هناخدهم بالتفصيل. هناخد النهارده في البارت ده الايروجن اوف اوزون لاير، والمره الجايه نتكلم على الجلوبال وورمنج. طيب يعني ايه ايروجن اوف اوزون لاير؟ تمام، وات ار، الاول نتكلم جنرالي كده على التو فينومينا دول. وات ار ذا دينجرس اوف او ذا دينجرز اوف ذا اندستريال ديفلوبمنت ان اور لايف ايه مشاكل التطور الاندستريال اللي احنا عايشينه كل يوم في تطور اكتر واكتر ان اور لايف. ذير ار تو دينجرس فينومينا، في ظاهرتين خطيرين جدا ذات هاف فيسد ذا ايرث سينس ذا ميد اوف ذا 20 سنشري، من منتصف القرن العشرين المشكلتين دول واجهوا الايرث بلانيت. ذيس تو فينومينا ار ايروجن اوف اوزون لاير، يعني ثيننج اوف اوزون لاير، طبقه الاوزون اللي بروتكت أص بتتاكل، وزي ما خدنا في الليسون اللي فات ان الاوزون لاير دي موجوده في الاستراتوسفير، يبقى الفينومينا دي بتحصل فين؟ بتحصل في الاستراتوسفير. والجلوبال وورمنج فينومينا، الرايزنج ان ذا تمبريتشر اوف ذا ايرث بلانيت نير ذا ايرث سيرفيس، زي ما احنا حاسين دلوقتي التمبريتشر زادت على الايرث بلانيت، اوكي، ودي طبعا بتحصل في التروبوسفير اللي احنا عايشين فيها. ودي ظاهره بس بتوضح الاثنين، ادي الاوزون لاير اللي موجوده في الاستراتوسفير فيها سيننج في حته معينه، فهو ده الايروجن اوف اوزون لاير. وهنا جلوبال وورمنج، الحراره بتتحبس جوه التروبوسفير ما بتطلعش بره، فبالتالي بتزود الايرث نير نير سيرفيس تمبريتشر. اوكي تمام، تعال نتكلم على الاوزون، الايروجن اوف اوزون لاير. قبل ما نتكلم على الايروجن اوف اوزون لاير، تمام كده، تعالوا نعرف الاستراكشر اوف اوزون مولكيول، وازاي بيتكون الاوزون مولكيول. زي ما خدنا المره اللي فاتت، الاوزون مولكيول ده بيتكون من 3 اكسجين اتوم. طب ان نيتشر مفيش اوزون، الاوزون ده بيتعمل، بيتعمل ان نيتشر برضه، انا ما بعملش حاجه، ولكن الطبيعي ان انا الاقي O2 اللي هو الاكسجين مولكيول، مش الاقي O3، صح كده؟ طيب يبقى احنا دلوقتي الاوزون لاير بتتكون من اوزون جاز اللي هو بيتعمل من O3، ادي 3 اوكسجين اتوم لينكد توجذر اهمت، ويتش كونسيست اوف 3 اوكسجين اتوم. طب بيتعمل ازاي في النيتشر؟ هو بيتعمل في النيتشر، احنا ممكن نعمله في اللاب طبعا، بس هو معمول الاوزون لاير دي ربنا اللي خلقها لنا، احنا ما عملناش حاجه. طب تعالوا نشوف بتتعمل ازاي، فورميشن اوف اوزون جاز، ازاي الاوزون جاز بيتكون. طيب انا عارف ان الاير عادي فيه اوكسجين مولكيول اللي بيتكون من 2 اوكسجين اتوم، تمام كده، والصن ري جايه لنا بقى من الصن كده وماشيه. الديستانس بيننا وبين الصن يا شباب معلومه يعني المفروض انها تكون في بالنا، حوالي 150 مليون كيلومتر، او 149 مليون وشويه كده، اوكي، حوالي 150 مليون كيلومتر. طيب الصن ريز وهي ماشيه بقى من الصن كده عشان توصل لنا، وابتدت تدخل في الايه، في الاتموسفير اوف ذا ايرث، قابلت الاكزوسفير ودخلت بعد كده في السيرموسفير وبعد كده في الميزوسفير، ودخلت لنا ايه، خلاص تدخل على الاستراتوسفير. وقبل ما تسيب الاستراتوسفير، اول لاير بتقابلها فيها كميه اكسجين معقوله هي الاستراتوسفير، اوكي، كميه الاكسجين اكتر تحت في الايه، في التروبوسفير اللي احنا عايشين فيها. ولكن انا بتكلم على الصن لايت بقى اللي جايه كده، ايه، جايه لنا كده لغايه الايرث سيرفيس. فاول لاير هتقابل الصن ريز فيها هتقابل اباندنت اماونت، يعني كميه معقوله كده من الاكسجين مولكيول، هتكون في الاستراتوسفير. فالالترا فايلوت ريز اللي موجوده في الصن لايت اللي جايه لنا، اول ما تلاقي كميه مناسبه من الاكسجين تروح عامله ايه، تروح جايه على بعض الاكسجين مولكيول وتعمل بريكنج داون للدبل كوفالنت بوند اللي موجوده بين تو اوكسجين اتوم في الاكسجين مولكيول. طب لما اكسر تو الدبل كوفالنت بوند اللي موجوده هنا، مش هيتعمل لي اتنين اكتف اوكسجين اتوم، صح كده، والاثنين دول كل واحده لوحديها ايه، وكل واحده فيهم اكتف، وطول ما هي اكتف هتدور على حاجه تانية عشان تعمل معها كيميكال رياكشن. فكل واحده من الاثنين دول، كل واحده من التو اكتف اوكسجين اتوم دي، شايفين اول واحده اهي وتاني واحده اهي، الاولانيه تروح على اكسجين مولكيول غيرها، طبعا هي اكسجين اتوم، والاكسجين اتوم الثانيه تروح على اكسجين مولكيول ثاني، وتروح عامله الاكسجين اتوم الاولانيه دي تعمل كومباينيشن مع التو اوكسجين اتوم دول، وتعمل O3 اللي هو اوزون مولكيول، صح كده، اللي هو جاز طبعا. اوكي
عرفنا الاوزون موليكيول بيتكون ازاي. اوكي، يبقى فورميشن اوف اوزون موليكيول، نقرا الكلمتين دول مع بعض اهو. احنا قرينا الرسمه خلاص. الاوزون موليكيول بتيجي الالترا فايلوت راي وتيجي على الاكسجين موليكيول، تعمل له سبليتنج كده، تكسر الدبل كوفالنت بوند، اتنين تو اكتف اوكسجين اتوم، كل اكتف اوكسجين اتوم فيهم تروح على اكسجين موليكيول بايند معاه عشان تعمل لي او 3 اللي هو الاوزون موليكيول. اوكي، الستبس دول نقراهم مع بعض اهي. يقول لك ايه؟ الاكسجين جاز مولوكيول اللي هو اوتو اللي هو موجود عادي ابزورب الترا فايلوت راديشن هو ويتش كوزز ذا بريك داون اوف اتس دبل كوفالنت بوند، وده يديني ايه؟ جيفينج تو فري اوكسجين اتوم، اتنين اوكسجين اتوم. ماشي، وبعد كده اهو ادي الاو 2 اتكسر بالالترا فايلوت لاو بلس او، تيجي اول او فيهم تروح على اكسجين مولوكيول تاني كومبايند معاه وتعمل لي او 3 اهو. اتش فري اوكسجين اتوم كل او فيهم كومباين ويز انذر اكسجين مولوكيول او 2، او 2 مع او فورمينج اوزون مولوكيول او 3، صح كده؟ طيب زي ما اتفقنا، تعالى نشوف اللوكيشن اوف اوزون لاير. الكلام قديم ما خدناهوش قبل كده. التروبوسفير هي بتخلص عند 13 كيلومتر، الاستراتوسفير بتبدا من 13 ل 50 كيلومتر على هايت من 20 ل 40، يعني نقدر نقول في الميدل بارت كده اوف اوزون اوف سوري اوف استراتوسفير بنلاقي الاوزون لاير، صح كده؟ السكنس بتاعها قد ايه؟ السكنس بتاعها 20 كيلومتر، بتمتد من 20 كيلومتر ابف سي ليفل لغايه 40 كيلومتر ابف سي ليفل، يبقى السكنس بتاعها 40 ماينس 20 تطلع 20 كيلومتر، صح كده؟ يبقى الاوزون لوكيشن اوف اوزون لاير، الاوزون لاير اكستند فروم 20 كيلومتر تو 40 كيلومتر هايت ابوف ذا سي ليفل ان ذا ستراتوسفير لاير. ليه بتتعمل هنا؟ عشان دي اول طبقه، والارث والصن كده جايه او الصن ريز جايه للارث كده، اول طبقه في الاتموسفير بيواجهها الصن لايت تكون فيها سيوتابل اماونت اوف اوكسجين هي الاوزون لاير. هنا صحيح في التروبوسفير الاكسجين اكتر، بس الصن ريز جايه من بره كده، صح؟ فهي داخله كده استناك عدت اللايرز كلها لغايه ما تلاقي كميه مناسبه من الاكسجين جاز عشان تحوله لاوزون جاز، بنلاقيها فين؟ في الاستراتوسفير عند الهايت اللي احنا قلناها من 20 ل 40 كيلومتر. اتفقنا؟ يبقى ليه هي موجوده عند اللاير دي؟ بيكوز الاستراتوسفير لاير از ذا فيرست لاير، فيرست لاير وانت جاي من الصن كده للايرث، از ذا فيرست لاير ان ذا اتموسفير ويتش كونتينس سيوتابل اماونت اوف اوكسجين جاز اللي هيتحول لاوزون جاز، صح كده؟ ذات فيسز الترا فايلوت راديشن ايميتد فروم ذا صن. دي اول لاير بيبقى فيها شويه اوكسجين اباندنت كويسين كده علشان يتحولوا لاوزون. اوكي؟ ماشي. طيب انريتشد انفورميشن، معلومه اضافيه. الاوزون جاز هاز فينت بلو كلر، عارفين الاكسجين جاز ملوش كلر وملوش تيست وملوش سميل ولا اي حاجه، انما الاوزون جاز بيبقى ليه فينت بلو كلر، لون ازرق باهت كده بهتان، اند ديستينكت سميل، ريحه مميزه. الاكسجين جاز ملوش ريحه، صح كده؟ ذيس كان بي اوبزرفد، لو عايز تلاحظ شكل الاوزون ده اللون بتاعه اللي هو البينت بلو كلر والديستينكت سميل بتاعه، ذيس كان بي اوبزرفد near instrument that contain electric discharge pipe. اي electric device عندنا في البيت واشهرهم التلفزيون، يعني يكون في electric discharge pipe يكون بيطلع الكترونات، يعني in the case of the light photographing machine and TV sets. لو حطيت ايدك قدام التلفزيون كده هتلاقي فيه زي ما تقول electrons، ولو بصيت في لونها هتحس انها فينت بلو كلر، وطبعا لو شميت ريحتها ممكن تكون ليها distinct smell المميزة. يعني ده حاجة تقريب كده للون وشكل الأوزون أو لون وريحة الأوزون. طيب السيكنس اوف اوزون لاير، ما احنا لسه قايلين يا مستر السيكنس اوف اوزون لاير 20 كيلومتر، هي بتمتد من 20 اهو. بيقول لك فروم ذا بريفيوس ستادي يو نو ذات اتموسفيريك بريشر اند تمبريتشر ان ستراتوسفير لاير ار ليس ذان ذا اتموسفيريك بريشر اند اتموسفير ان سي ليفل، تمام كده؟ سو ذا اوزون سبريد فورمينج لاير اوف 20 كيلومتر سيكنس، صح؟ ما قلناش حاجه جديده لغايه دلوقتي. عارفين احنا عارفين ان التمبريتشر في التوب اوف تروبوسفير بتصل الى زيرو وتقعد تزيد في الاستراتوسفير، صح كده؟ لغايه ما توصل الى كام؟ سوري بتقل لغايه ماينس 60 في التروبوسفير وتوصل لغايه زيرو في الاستراتوسفير. فمهما زادت درجه الحراره في الاستراتوسفير اخرها زيرو، صح كده؟ فاخرها زيرو ده معناه ايه يا شباب؟ معناها ان في حتت في الارث هنا احنا اهو التمبريتشر بتاعتنا اكتر من زيرو، يعني التمبريتشر فوق في الاستراتوسفير اقل من التمبريتشر on the earth surface او on the sea level. كمان عارفين ان كل ما نطلع فوق كل ما الاتموسفيريك بريشر بيقل، صح كده؟ احنا بادئين عند 1000 ملي بار في السي ليفل، لغايه التوب اوف تروبوسفير كانت 100 ملي بار، والتوب اوف ستراتوسفير اصلا كانت ايه؟ كانت 100 ملي بار، سوري كانت 1 ملي بار. اتفقنا يا شباب؟ اوكي. طيب يبقى فوق
على هايت 20 ل 40 كيلومتر سكن هايت من السي ليفل، الاتموسفيريك بريشر والتمبريتشر دول خلوا الاوزون لاير تاخد سكنس 20 كيلومتر. حلو. طيب عايزين نفرض فرض يا شباب ان احنا جبنا الاوزون لاير دي من على ارتفاع 20 كيلومتر اباف سي ليفل، خليناها اون ذا سي ليفل، طب ما كده هتتعرض لاتموسفيريك بريشر اكتر، صح كده، وهتتعرض لتمبريتشر اكتر من اللي هي عليه، صح كده، تمام. وبالتالي ايه اللي هيحصل في السكنس بتاعها؟ السكنس بتاعها هيقل. هيقل يبقى كام؟ العالم بقى الانجليزي هو ذا انجلش ساينتست دوبسون بستيوليت، يعني فرض، الكلام ده مش حقيقي طبعا، هو فرض ان السكنس اوف اوزون لاير از كومبريسد ان تو، بصوا قد ايه ال 20 كيلو متر دول هيتقلصوا لايه؟ ل 3 ملي متر، ثلاث شرط من الصغيرين بتوع المسطره، ها، السنتيمتر في 10 ملي متر، انا واخد 3 ملي متر، يعني حاجه كده في رفع الورقه، ها، في السكنس بتاع الورقه اللي احنا بنكتب عليها. اوكي، يبقى العالم الانجليزي دوبسون ده قال لك لو الـ لو الـ لو الاوزون لاير دي جت من على ارتفاع 20 كيلو متر لغايه السي ليفل هيبقى السكنس بتاعها كام يا شباب؟ 3 ملي متر. ماشي. If it were subjected to، لو تعرضت للordinary temperature and normal atmospheric pressure، بنسميها STP standard temperature and atmospheric pressure. اوكي، اللي هي كام؟ ordinary temperature دي اللي انت قصدك بيها كام يا عم العلم كله او دوبسون بالتحديد، يعني قصدي بيها 0 degree celsius، والnormal atmospheric pressure اللي انا قصدي عليها كام؟ اللي انا قصدي عليها 1013.25 ملي بار. يبقى الاوزون لاير اللي السكنس بتاعها 20 كيلومتر عشان هي at height of 20 كيلومتر from sea level، لو نزلت هنا عندي جنب الارث سيرفس هيبقى السكنس بتاعها 3 مليمتر. وعلى هذا الاساس دوبسون اسيوم ذات ان النورمال ديجري الدرجة العادية للأوزون تكون 300 دوبسون. يعني ايه 300 دوبسون؟ يعني كل مليمتر سكنس هنعتبره ب 100 دوبسون، وادام النورمال 3 نورمال سكنس بتاع الاتموسفيريك بتاع الاوزون يعني لاير لو نزلت عند السي ليفل هنا النورمال 3 مليمتر، يبقى النورمال ديجري اوف اوزون لاير نير ايرث سيرفيس او اون ذا سي ليفل هتكون كام؟ هتكون 300 دوبسون، عشان كل واحد مليمتر ايكوال 100 دوبسون. اوكي، يبقى دوبسون اسيومد ذات ذا نورمال ديجري اوف اوزون لاير از 300 دوبسون، هو كل مليمتر سيكنس از ايكويفالنت تو 100 دوبسون. اهو بص هنا، هي في الاستراتوسفير السيكنس بتاعها 20 كيلومتر، في الستاندرد تمبريتشر اند اتموسفيريك بريشر، قلنا ستاندرد تمبريتشر اللي هي 0 ديجري سيليزيوس، وستاندرد اتموسفيريك بريشر اللي هو 113.25 ملي بار. السيكنس ال 20 كيلومتر فوق ده هيتحول في الاس تي بي الى ايه؟ الى سيكنس اوف اوزون لاير، هتبقى مجرد 3 مليمتر تقريبا في السيكنس بتاع البيبر اللي بنكتب عليه. اوكي، تمام. قلنا ستاندرد تمبريتشر اند اتموسفيريك بريشر مينز ستاندرد تمبريتشر اللي هي 0 ديجري سيليزيوس، وستاندرد اتموسفيريك بريشر اللي هو 113. نوت ذا ديجري اوف اوزون از ميجرد باي دوبسون يونت، قلنا النورمال ديجري اوف اوزون 300 دوبسون، صح كده؟ طيب كل ده احنا بنتعرف على الاوزون، ما جبتش سيره الايروجن اوف اوزون لاير. طيب ايه اهميه الاوزون لاير؟ عشان نعرف اهميه الاوزون لاير يا شباب، هي ابزورب الالترا فايلوت ريز، ولكن انهي الترا فايلوت ريز؟ طب خلينا نعرف الصن ريز اللي جايه لنا دي، الصن لايت اللي جايه لنا ده، في ايه انواع ريز؟ في اللي احنا بنشوفهم الفيزابل لايت ده من الريد للفايلوت، صح كده، واحنا بنشوف من الويف لينس بتاع اللايت اللي احنا بنشوفه من 400 ل 700 نانومتر. النانومتر ده بالمناسبه بارت اوف 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 مليار بارت اوف متر، يعني نانومتر ايكوال 1 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 9 من المتر. اوكي، بارت اوف 1000 بارت اوف مليون بارت اوف 9 اصفار. اوكي، طيب الويف لينس اللي احنا بنشوفه يا شباب بتاع الفيزابل لايت، احنا بنشوف، هجيب لكم بس الصفحه الثانيه عشان الارقام، احنا بنشوف من 400 ل 700. اوكي، طيب الترا فايلوت وانفراريد احنا ما بنشوفهمش، لان الانفراريد الويف بتاعها الويف لينس بتاع الفايلوت 400 والويف لينس بتاع الريد 700، احنا بنشوف من 400 ل 700. طيب الترا فايلوت وانفراريد، لا بشوف انا الالترا فايلوت ولا بشوف الانفراريد، لان الالترا فايلوت اكتر من الانفراريد اكتر من 700 نانومتر وانا عيني ما بتشوفهاش، الترا فايلوت اقل من 700 اقل من 400 نانومتر وانا ما بشوفهاش، صح كده؟ يعني انا كده كده ما بشوفش الالترا فايلوت دي. طب اكوردنج تو الويف لينس انا بشوف لغايه 400، صح كده؟ طيب
سمينا الالترا فايولوت حسب الويف لينس بتاعها، يعني الويف لينس بتاعت الالترا فايولوت اقل من 400 ويعني او من اقل من 400 لغايه 100، يعني الرينج بتاعها من 100 ل 400، وانا كده كده ما بشوفهاش. اوكي تمام، لان انا اول حاجه بشوفها الفايولوت اللي هو 400 نانومتر الويف لينس بتاعه. طيب هسميهم حسب الويف لينس كده لنير. نير يعني ايه؟ يعني نير الفايولوت، يعني انا يعني قريب من اللي انا بشوفه. ها فسميتها نير الترا فايولوت ريز، ودي الويف لينس بتاعها بالنانومتر كام؟ من 315 ل 400. انا بشوف من اول 400، دي من 315 قريبه من اللي انا بشوفها اهي، بس ما بشوفهاش. اوكي طيب، في ميديوم الترا فايولوت ري الويف لينس بتاعها اخره 315 واوله 280 نانومتر. طب الفار اللي بعيده خالص عن اللي انا بشوفه بقى من 100 ل 280، يبقى الالترا فايولوت ريز عموما الويف لينس بتاعها من 100 ل 400، انا ما بشوفهاش. من 100 ل 280 دي فار، دي بعيده قوي عن اللي انا بشوفه اصلا نانومتر. اللي اكتر شويه تبقى من 280 ل 315، دي الميديوم الترا فايولوت ريز. النير الترا فايولوت ريز قريبه من اللي انا بشوفه، وانا بشوف 400 يا شباب، يبقى من 315 ل 400. تمام، نرجع تاني كده نشوف. طيب الاوزون لاير دي بقى، انت بتقول لي يا مستر هي ابزورب الهارمفول الترا فايولوت راديشن، صح، ولكن كل الالترا فايولوت مش هارمفول. النير دي يعني قريبه من الطبيعي، فدي مش هارمفول. ها اللي الويف لينس بتاعها من 315 ل 400 نانومتر دي مش هارمفول، دي يوسفول بالنسبه لي. مش كل الناس بتقول لك كده، البيبي الصغير لازم يتعرض للالترا فايولوت ريز، يتعرض للشمس يعني عشان ياخد الاشعه فوق الالترا فايولوت دي اللي هي تحت، اللي هي سوري فوق البنفسجيه دي، علشان يعمل فيتامين دي في جسمه وما يجيلوش لين عظام وقساح والكلام ده. ايوه الالترا فايولوت ريز دي، النير الترا فايولوت ريز مهمه، عشان كده الاوزون لاير ملهاش دعوه بالنير الترا فايولوت، وبتعدي 100% منها، كلهم عدوا. نيجي للميديوم بقى، مش 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 حلوه، مش حلوه قوي يعني، الفار دي وحشه، الفار دي ما بتعديش خالص، دونت باس بنسبه 100%. الميديوم شويه صغيرين بيعدوا، حوالي 5% بس و95% ابزر. يبقى الاوزون لاير وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تعدي لك الالترا فايولوت، النير الترا فايولوت راديشن، ابزورب 95% من ميديوم الترا فايولوت راديشن، ابزورب 100% من الفار الترا فايولوت راديشن. سهل الكلام. يبقى الامبورتنس اوف اوزون لاير، تو نو ذا امبورتنس اوف اوزون لاير وي شود نو ذا تايبس اوف الترا فايولوت راديشن، ماشي، او الترا فايولوت ريز، اند ذا رينج اوف بنتريشن اوف ذوز لاير. في عندي ثلاث انواع من الالترا فايولوت ريز، ذير ار 3 تايبس اوف الترا فايولوت ريز ديفر ان ويف لينس اند رينج اوف بنتريشن. حسب الويف لينس مين اللي هيعدي البنتريشن ثرو اوزون لاير، مين اللي هيعمل بنتريشن ومين اللي ابزورب، صح كده؟ تمام ماشي. as in the opposite figure زي ما شفنا هنا، وفي النانومتر اهو في الفيجر دي وفي الجراف الجاي. اوكي ده الميجرنج يونت بتاعتي في الويف لينس النانومتر، اتفقنا؟ حلو جدا. ان نشوف الجدول كده هيبين اكتر بالكلام يعني. الرينج اوف بنتريشن بقى، النير دي بتعدي كلها، بنتريت اوزون لاير باي برسنتج 100%، والافكت اون ليفنج اورجانيزم دي يوسفول، ها ات از يوسفول فور ذا لايف اوف ليفنج اورجانيزم، عشان كده ربنا سمح للاوزون لاير ان هو يعدي. طيب نشوف التانيين بقى، الميديوم والفار. الميديوم دي دونت بنتريت اوزون لاير باي برسنتج اوف 95%، يعني بنتريت بنسبه 5% بس، صح كده؟ انما الفار الترا فايولوت ما بتعديش خالص، دونت بنتريت اوزون لاير باي برسنتج اوف 100%، يعني 0% اللي بيعدي. اوكي علشان الميديوم والفار دول ليهم هما الاثنين هارمفول افكت اون ذا ليفنج اورجانيزم او اون ذا لايف اوف ذا ليفنج اورجانيزم. اوكي يبقى فروم ذا بريفيوس اكسبلانيشن احنا استنتجنا دلوقتي ان الاوزون لاير ادز بروتكتيف شيلد، الايه الدرع الواقي للليفنج اورجانيزم. ليه؟ لانها بيرميت او بيرميت ذا باسج اوف نير الترا فايولوت اند بريفنت ذا باسج اوف 95% اوف ميديوم الترا فايولوت ري اند بريفنت ذا باسج اوف 100% percent او all far ultraviolet rays، صح كده؟ because it doesn't allow penetration of all far ultraviolet radiation and most of medium ultraviolet radiation which have harmful chemical effect and threaten the life of living organism. خلي بالنا من الحته دي، ان الالترا فايولوت ريز ليها كيميكال افكت، انما لما ناخد المره الجايه الانفرا ريد ريز هنلاقي ليها هيت او ثيرمال افكت. اوكي طيب انريتشد انفورميشن، النير الترا فايولوت دي مفيده في ايه؟ مفيده في الفيتامين دي سينسز، عشان كده كل الاطفال الصغيرين لازم يتعرضوا ليها علشان يحصل لهم سينسز للفيتامين دي اللي مسؤول عن البون جروس. ها
Okay. Enriched information, the ultraviolet radiation, which wavelengths close to visible light اللي احنا بنشوفها. احنا ما شو قلنا اتفقنا من 400 ل 700 دي اللي نير للفيزابل لايت اللي انا بشوفه. تمام كده. Penetrate the atmosphere and reach the earth's surface بتوصل لنا. Where it help in the synthesis of vitamin D in the bodies of the newly born babies. تساعد على تخليق فيتامين دي جوه البادي بتاع النيولي بورن. طيب كل اللي فات ده علشان نعرف ايه خصائص طبقة الاوزون وازاي بتتكون وهي اصلا ربنا خلقها ليه علشان تعمل ايه في الالترا فايلوت راديشن وانواع الالترا فايلوت راديشن مين اللي هيعدي ومين اللي مش هيعدي. كل ده نورمال، انا ما جبتش حاجه جديده دلوقتي. فين يا عم المشكله دلوقتي؟ المشكله في حاجه اسمها ايروجن اوف اوزون لاير. ايروجن معناها لوزينج سيكنس، يعني السيكنس بدل ما هو 20 كيلومتر اباف سي ليفل هيقل شويه، صح كده؟ تمام. سنس 1978 من بدايه الاندستريال ايفوليوشن، من بدايه التطور الصناعي اللي حصل في الميد اوف 20 سنتشري، يعني بدا كده التطور الصناعي ده سنه 1950. فاول يعني بدانا ناخد بالنا من الايروجن اوف اوزون لاير دي سنه 1978. الساينتست هاف نوتست ايه بقى؟ زاد زير ووز erosion of ozone layer، يعني thinning of ozone layer. طب الثقب ده فوق مين بالظبط؟ فوق مصر ولا ليبيا ولا امريكا ولا السعوديه ولا مين؟ هو بيتجمع من كل العالم، هنشوف كمان شويه، ويهاجر كده ويروح مايجريت مع الويند مع الروتيشن اوف ايرث اراوند اتس اكسس، يروح يتجمع فين؟ اباف ذا ساوث بول اوف ذا ايرث. يبقى مكان السيننج اوف اوزون لاير ده صحيح هو بيحصل من كل العالم وكل العالم بيساهم فيه، ولكن الحمد لله السيننج ده بيتجمع في حته واحده. ولكن ما هي المشكله جايه لنا ما هو بيعمل بيعدي الالترا فايلوت راديشن دي للايرث بلانيت كلها، صح كده؟ تمام. طيب لاحظوا العلماء سنه من اول سنه 1978 كده ان في سيننج او ايروجن اوف اوزون لاير موجود فين؟ موجود اباف ذا ساوث بول اوف ذا ايرث. This phenomena is known as ozone hole، ثقب الاوزون. هو الحقيقه مش ثقب بمعنى او هول يعني بمعنى خرمه او فتحه، لا هو معناها سيننج في الايه؟ في السيكنس بتاع الاوزون لاير اباف ذا ساوث بول. يبقى اوزون هول this means thinning or losing part، فقدنا حته من الاوزون لاير فين؟ above the south pole of the earth. طيب نوت الاوزون هول انا قلت بيتعمل في كل حته السيننج ده ويتجمع في الاوزون ايه؟ في اللي جمع في الساوث بول او above the south pole of the earth، صح؟ بيقول لك الاوزون لاير ده او الاوزون هول ده increases in September in each year، كل سنه في سبتمبر بنلاقي الزون ده الهول الاوزون هول ده الثقب الاوزون بنلاقيه زاد. وهنشوف بالارقام دلوقتي اهو. بيقول لك ان فول يعني 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 الخريف يعني في سبتمبر عادي، ان فول 2001 ايروجن اوف اوزون لاير ريتش 20 تايمز 10 تو باور 6 كيلومتر سكوير، 20 مليون كيلومتر سكوير. ها مساحه مصر يا جماعه 1 مليون كيلومتر سكوير، يعني 20 مساحه مصر، ها ويتش ايكوال 20 تايمز اوف ذا اريا اوف ايجيبت. بص في اوتون في ربيع او في خريف سوري 2008 يعني بعد 7 سنين كان 27 تايمز 10 تو باور 6 كيلومتر سكوير، 27 مليون كيلومتر مربع، ويتش از لارجر ذان اريا اوف كونتيننت نورث امريكا، اكبر من قاره نورث امريكا كلها. اوكي تمام. The following figure represent the ozone degree during the period من 1979 ل 2009. طيب هتلاقوا في الرسمه في جرين كلر وفي الفايلوت كلر. الجرين كلر ده النورمال اوزون، ريفيرز تو ريجن ان ويتش ذا اوزون لاير ماشي از ان اتس نورمال ستيت. نورمال ستيت يعني كام يا شباب؟ يعني 300 دوبس. اتفقنا خلاص. هو دوبسون اقنعنا ان الميجرنج يونت بتاعت الاوزون ديجري ده بالدوبسون، والنورمال اوزون ديجري 300 دوبسون، كل 1 مليمتر سيكنس نير سي ليفل ايكوال 100 دوبسون، والنورمال سيكنس 3 مليمتر يبقى النورمال ديجري اوف اوزون 300 دوبسون. اتفقنا. طيب هنلاقي فايلوت كلر وهنلاقي بلو كلر. الفايلوت كلر ده ريفيرس ريجن والبلو كلر كمان ان ويتش الايروجن اوف اوزون لاير اقل، يعني احنا كام؟ يعني احنا اقل من 300 دوبسون. نشوف الرسمه بقى. بصوا كده سنة 1970
سنة 1995 سنة 2009. هو مشرح لك هنا الألوان أهي. بص يعني الطبيعي قلنا حوالي 300 دوبسن، فالطبيعي إن أنت تلاقيك هنا كده في الحتة الجرين دي. أوكي طيب لو أنت فايلوت كده، لو أنت فايلوت يبقى أنت 110 دوبسن في تآكل أهو، المفروض تبقى 300 دوبسن. 220 اللون الأزرق كده، أفضل حالا الأزرق ده من الفايلوت، فواضح بص إن هنا مفيش فايلوت خالص، هنا في حتة زرقاء يعني كان في 220 سنة 1979، ابتدينا نلاحظ هو في 1978 تمام كده. في 95 بصوا مساحة الأوزون هول كانت عامله ازاي، تمام. الحتت الفايلوت والحتت الزرقاء، الحتت الفايلوت اصعب شويه ها ماشي. 2009 كبرت شويه صح كده، وعماله تكبر حتى الان، احنا في 2023 ولا 2024 لا الموضوع هيكبر عن كده صح كده تمام. ده الايروجن اوف اوزون لاير انكريزد باي انكريزنج ذا اريا اوف بلو كلر اند فايلوت كلر. قلنا البلو كلر 220 دوبسون والفايلوت اصعب 110 دوبسون. طيب ازاي نحدد ديترماين ذا برسنتج اوف ايروجن؟ برسنتج يعني رقم فوق رقم تايمز 100. طب الرقم الاولاني اللي هو الرقم اللي فوق كده هيبقى الديجري اوف ايروجن في الاوزون لاير على النورمال اوزون لاير اللي هو 300 دوبسون تايمز 100. الموضوع بسيط جدا، ماس يعني بتاع مرحله اقل من تاني اعدادي يعني. اوكي لو عايز تحسب الديجري اوف اوزون لاير قول لي النورمال ديجري اللي هو 300 دوبسون ماينس الديجري اوف اوزون لاير اللي عندنا صح كده. يعني هنا مثلا دول عندهم 220 دوبسون، عايزين نعرف الديجري اوف ايروجن عندهم، يبقى 300 ناقص 220 يطلع عندهم الايروجن 80 دوبسون. عايز تحسب البرسنتج اوف ايروجن يبقى ال 80 دوبسون اللي طلعتها دي على ال 300 على ال 300 اللي هو نورمال ديجري تايمز 100 صح كده. سهل الكلام يا شباب. اوكي مش ال 80 بقى، انا اسف الرقم نفسه اللي هو 220، هنحسب 220 على 300 في 100% صح كده. الديجري اوف ايروجن عندهم اللي هو 220 على 300 في 100%. اوكي طب هنشوفها باكزامبل عشان تبان اكتر. What is the percentage of erosion of ozone layer in an area? If you know that the degree of ozone في الاريا دي is 150 دوبسون. طب احنا قال لنا قد ايه؟ هتقول لي الديجري اوف ايروجن احنا الطبيعي نكون 300 دوبسون، واحنا 150 يبقى ماينس 150 يبقى احنا قال لنا 150 دوبسون. عايز تحسب البرسنتج اوف اوزون لاير، هي 150 الديجري اوف ايروجن بتاعهم 150 على 300 يبقى حصل ايروجن بنسبه 50%. فعلا ال 150 نص ال 300 يعني 50% صح كده؟ طيب مستر ايه ربنا خلق لنا طبقه الاوزون دي لوحده، هو السن ريز بتيجي وبتعمل ايروجن اوف اوزون، سوري بتعمل الالترا فايلوت راديشن، الاوزون لاير ابزورب الالترا فايلوت راديشن وهي اللي بتعمل طبقه الاوزون الالترا فايلوت، بتكسر الاكسجين مولكيول تخلي فيه 2 اكسجين اتوم فري، تمسك مع الاكسجين مولكيول عشان تعمل اوزون مولكيول صح كده. ايه اللي كسر الاوزون؟ ايه اللي هيخلي فيه ثيننج اوف اوزون لاير؟ ان انا كهيومن بينج استخدم سبستانس معينه، السبستانس دي بتكون بتعمل ديسنتجريشن، بتكسر الاوزون لاير. وللاسف بقى انا عندي 4 بليوتنت للاوزون لاير، 4 حاجات احنا بنستخدمهم واشوف بنستخدمهم بكسر ازاي. انا اول واحد بس ساعتك هتقول اه ده عن الدنيا كلها بتستخدمه. الاربع حاجات الجايين دول اسمهم بليوتنت اوف اوزون لاير. استخدام الهيومن بينج للاربع حاجات الجايين دول هم اللي بيعملوا سيننج اوف اوزون لاير، اللي بيعملوا ايروجن اوف اوزون لاير، او اللي بيعملوا الاوزون هول. فالمفروض ان احنا عشان نحافظ على الارث بلانت بتاعتنا نشوف الترناتيف للاربع حاجات اللي انا هقولهم دول اللي هم بليوتنت اوف اوزون لاير. ايه هي المواد او الكيميكال سبستنس اللي احنا بنستخدمها بتعمل بليوشن اوف اوزون لاير؟ اول واشهر واحده فيهم كلورو فلورو كاربون كومباوند، which are known commercially اللي معروفه تجاريا باسم الفريون. العلم الفريون بالعلم هو كلورو فلورو كاربون، يعني ذره كربون مع ذره فلورين مع ذره كلورين. اتفقنا؟ حلو جدا. الفريون ده بقى كلنا عارفينه طبعا، which is used as كلنا عارفينه ان احنا بنستخدمه كولينج سبستانس في الاير كونديشن سيت وفي الريفريجريتور صح كده، وفي الديب فريزر صح كده. بنستخدمه كمان، الناس ما تعرفش المعلومه دي، بنستخدمه بروبلنت سبستانس ان ايروسول. شفتوا يا جماعه السبراي اللي بيترش ده والمبيدات الحشريه، الماده الدافعه دي اللي بتبقى موجوده في السبراي ده عباره عن ايه؟ فريون او كلورو فلورو كاربون. بنستخدمه فليتنج سبستانس in making foam backing. كلنا بنشتري اي الكتريك ديفايس جديد، تلفزيون ولا موبايل، بنلاقيه محطوط جوه فوم، الفل الابيض ده الفوم بقى الفوم باكينج ده، لان نفخ الفوم ده بيتنفخ بايه؟
بكلوروفلوروكربون او فريون، بيستخدم كسولفنت سبستنس فور كليننج الكتريك سيركت سلايدز. كلنا لو فتحنا الموبايل او التلفزيون بنلاقي الالكتريك سيركت الديفايس السلايدز الخضراء اللي جوه دي اللي كلها ايسيهات وحاجات كده، وفي سبراي كده بيتجنب يعني بيستخدموه لتنظيفها زي الدي دبليو 40 ومش عارف حاجات كتير في السوق. يعني السولفنت سبستنس دي بتبقى معموله من كلوروفلوروكربون. حاجه تانية ميثايل برومايد جاز، ميثايل برومايد جاز ده بقى حاجه تانية غير الكلوروفلوروكربون. ادي اول بليوتنت الكلوروفلوروكربون وبنستخدمه في حياتنا اليوميه كتير جدا. طيب في كيميكال سابس تانية اسمها ميثايل برومايد. ايه بقى ميثايل برومايد جاز ده؟ ده بيستخدموه كانسكتسايد، كمبيد حشري فور بريزرفيشن اوف ذا ستورد اجريكالتشرال كورب، للمحاصيل الزراعيه اللي عايزين نخزنها، فانا عارف ان ممكن يجي لها انسكتس ولا حاجه فلازم ارشها مبيد حشرات كده انسكتسايد. من اشهر مبيدات الحشريه اللي بيستخدم فور ستورنج اجريكالتشرال كورب ايه يا جماعه؟ الميثايل برومايد جاز. اوكي، فالمفروض ان احنا نمنع كمان استخدام الميثايل برومايد جاز. ايه تاني؟ هالونز. ايه هالونز دول؟ هالونز دي كيميكال سبستنس يوزد فور اكستينكويتش فاير، عشان بنطفي فيها الحريقه. اوكي، زي مثلا الكربون دكسايد جاز، ما في اسطوانه الكربون دكسايد جاز في كل العربيه، كل العربيات كده بتستخدم لايه؟ لاطفاء الحريق. خلاص احنا بطلنا نستخدم الهالونز دي حتى في استخدام الحريق، ولكن هي واحده من الايه؟ من البليوتنت اوف اوزون لاير. تمام. اخر حاجه ودي حاجه خطيره جدا، نيتروجين اوكسايد. نيتروجين اوكسايد ده جاي منين؟ جاي بروديوسد فروم بيرنينج اوف فيول ان الترا سونيك كونكورد ايروبلين. الطياره الكونكورد، طياره الكونكورد دي يا جماعه الترا سونيك، سرعتها اكبر من سرعه الساوند، ها، عشان كده بنسميها الترا سونيك كونكورد ايروبلين. مشكلتها طبعا هي سريعه جدا وبتستخدم في الميليتري بيربوسز، ما بتستخدمش في الترانسبورتيشن بتاعنا ميليتري بس، يعني اغراض عسكريه فقط لا غير. المشكله بس انها بتطلع نيتروجين اوكسايد لما يجي يحصل بيرنينج للفيول انسايد اتس انجاين. النيتروجين اوكسايد ده بوليوت الايه؟ الاوزون لاير. يبقى الاربعه سبستنس دول اللي هم، نرجع كده، اللي هم الكلوروفلوروكربون، الميثايل برومايد جاز، الهالونز، والنيتروجين اوكسايد. الاربعه دول بوليوتنت اوف اوزون لاير، هم دول اللي بيساعدوا على الايروجن اوف اوزون لاير. فالمفروض ان احنا ما نبطل نستخدم الاربع حاجات دول. طبعا مستحيل، يعني حاجه زي الفريون كده هنبطله ازاي؟ لازم نلاقي، والا احنا اللي خسرانين، احنا والاجيال القادمه. اوكي، لازم نشوف other savior alternative، لازم نشوف بديل يكون مور سيف. اوكي، طيب بروتكتنج اوزون لاير ببساطه، امنع الاسباب اللي فاتت، الاربعه سبستنس دول ما تستخدمهمش اهو. وي ماست ريديوس ذا يوز اوف كلوروفلوروكربون كومباوند، وده اهم واحد فيهم لان ده مستخدم في حياتنا اليوميه بصوره كبيره جدا. تمام، اند فاين سيفير الترناتيف، وشوف لي بديل يكون سيف. اوكي، وي ماست ستوب برودكشن اوف الترا ساوند كونكورد ايروبلين، طياره الالترا سونيك كونكورد دي اللي بتطلع نيتروجين اوكسايد، نبطل انتاجها اصلا. صح كده، كده خلصنا الايروجن اوف اوزون لاير. نكتفي بهذا القدر في هذا الليسون، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن جلوبال وورمنج. لو سمحتوا الدرس يتذاكر كويس، علشان المره الجايه هيبقى فيه، مش عايز يعني يحصل ميستيك، عايز نفتكر ايه هم البليوتنت اوف اوزون لاير، عشان هناك في حاجات كيميكال سبستنس ثانيه هي اللي بتعمل الجلوبال وورمنج او الانكريس تمبريتشر اوف نير ايرث سيرفيس. عايز اعرف ان او افتكر ان الالترا فايلوت ريز اللي ابزوربت بالاوزون لاير ليها كيميكال افكت، عشان المره الجايه هنتكلم على الانفراريد ريز اللي ليها ثيرمال او هيت افكت. نذاكر الايروجن اوف اوزون لاير ونتقابل قريبا في الجلوبال وورمنج فينومينا. سلام عليكم يا شباب.